انت يعني المرشح الابرز لانك انت ماخذ 1005 1005 خلاص يعني من بيجيب خلال اسبوع 1005 خلاص اللي عنده اوسكار هو يصير رئيس والله خلاص الا اذا مثلا واحد حصل مثلا المطبخ والسيطره و حتى لو ياخذ لا لا ياخذ مثلا والاوسكار خلاص اصلا لو يجي هو اكواب يا حبيبي اعطى اعطى تركوب المركز الاول اعطني كوب فاضي ياخذ 2200 لا 1200 مستحيل 1200 للجميع هلا حبيبي هلا 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 طلوا بحور يا اخوي كل ساعه بحور يقطعوا احنا سالين سوار ايش هو؟ للحين ما اكتمل والسبب كل ساعه يدخل علينا واحد كيف كانت طفولتك جاوب عليه لا ما خلص في سؤال انا سالتك يا بحور قاطعون وش اقول لك ما شاء الله عليك انت كل شيء طلي 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 يعني ما شاء الله عليك ما تاكل على ما كثر ما تاكل طلي ما نشوف. انا عندي ما نشوف ما مبين فيك ما ادري ظني معي دود ولا معي ما ادري ليه يا جابر في كلمات انا اقول مثلا 100 كلمه في كلمتين تموت عليها ضحك يوم الحين مع الشيخ بدر المشاري فقال انهم يقولون ان قال الشيخ ان بدايه الانسان من غرلا ابو محمد لا ما كذي يا بدر الشيخ بدر المشاري الله يحفظه كان يقول كان سيدنا يعني ادم مجوف من داخل والشيطان يدور حوله الشيطان يدور حوله فالشيطان ايش سوى؟ قال بحور دخل داخل انا قصدي يعني انه كان مجوف صدق كان يدخل يدخل مع فمه ويخرج مع دبره زي يوم كان مجوف لانه كان سبحان الله مجوف ولا روح وصل لعبد الله فانا متاكد انا المعلومه جاوب طفيضه قهوه انا اللي طست عليها ضحك الثاني ابو محمد حقه الكتف لا الثاني الانتاج قال الرجل لعمارة الأرض قالوا وحواء قلت للإنتاج لو صدق إن أخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا إنتاج صدق إنتاج أفراد في المجتمع أفراد جديدة الرجال ما الموت في خوية الشيخ بدر أسأل بالله أقسم بالله أنا أشوفه مقفوك يضحك وجابر جنبه يا السكرتير إيه أوه. انا ميل من الضحك سكرتير الشايب اللي معه ولا الثاني لا الثاني الشايب يقرب له الشايب قحطاني لا ما يقرب له هذا قريب من الصغير يا اخواني شفتوا كيف لا اله الا ساعتين كانها تسوي الشيخ بدر طلاقه يا ولد ما شاء الله مع الشيخ ما شاء الله والله ما يوقف عندي كلمه بغيت اقولها امس في حلقه الثقافيه وايدوني ذا الحين وقولوا لا المثقف اذا قالوا الثقافه ما يقول ان ثقفت شيء ثقفت الرمح اي عدلته صح؟ الثقافة ايش ابغي بك؟ يعني في مثقفين مويه وش رايكم فيهم؟ في مثقفين في المجتمع اذا جادلته غلبك. واذا خاصمته فجر فيك. واذا يعني ولهم كلهم الله يعطيهم العافية ويسلمهم، بس انا ابغى المثقف يكون يعمل بما يحتويه. صح. يبر عند امه، يبر عند ابوه، يصلح شانه وشان زوجته وابنائه، يصلح شانه وشان اخواته ويصل رحمه. ما هو يجيني يسوي لي فيها انه مثقف بعضهم الله يهديهم وانا اعرف عنه انه مقصر عند والديه مقصر عند زوجته مقصر عند عياله مقصر عند سوي انا اللي ثقافه ما هي كذا تعرف مشكله ابو حور بعضهم يحسبوا ان الثقافه هي بس القراءه يعني واحد اي واحد يقرا هذا مثقف لا خطا بعضهم يقرا روايات يقول انا مثقف اقرا روايات سلام وايش الروايات روايات قصه شخص ذهب الى مكان واعجب به قصه ولا منها فائده هذه والله مين روايات هذه كذاب والله المشكله ان في السناب في السناب في السناب والله استغرب ان عندنا مشاهير اليوم الحمد لله خلصت هذه الروايه وبكره ان شاء الله انصحكم هذه الروايه بشده وبكره خلصت هذه الروايه والله مصلحه عليها الروايات جابر جزء من الثقافه لا اسمح لي بس لا اسمح لي لا 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 الثقافه بس شوف انا شوف جابر انا ابغى الحوار الحاد جابر انا طبعا ترى روايات انا ما اهتم فيها اسمح لي لا اسمح طيب انت اسمعني روايات انا والله ما اهتم فيها ولا اقراها بس ترى في روايات عباره عن قصص من التاريخ ايوه يعني هذه وش تعتبر كلام صريح يقول روايات يعني روايات انا اقصد الروايات العاطفيه سواليف قصص الروايات اجزاء فيه روايات خرافيه وقت خرافيه ما منها اي شيء ولا روايات كثيره ترى لكن في روايات واجد طيب خالد روايات العاطفيه والرومانسيه وهذه تنصح الناس يقرون فيها انا لا. صراحه لا. ما اقرا خلاص انا عن نفسي صراحه ولا في حياتي قريت روايه ولا قربت اقرا روايه الكتب الوحيده اللي كملتها هي الكتب العلميه ملاحظات في الجوال كتب الدراسه زمان اي تذكرونها
تقرا 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 لين ما عاد تدري فين انت، فين القايل، فين وين وصلت، ضيع وين وصلت بعد. طيب انا عندي مشكله في القراءه، اقرا مثلا كتاب كامل واسكره ولا ادري ايش قلت. والله اني مثلك. وشي ما تدري ايش قرات منه كامل حفظت بس قصه حاتم يوم هو زوجته طريفه بس. هذه سبحان الله، ترى احيانا بعض المرات تلقى كنت جالس في مجلس وفجاه الشباب يتكلمون وشطحت بكلمه كذا، انت تقول انا كيف جت الكلمه من ذيك القراءه، تراها من ذيك القراءه بس انت ناسيها، لا تتعلق في ذهنك انت. لاحظها احيانا سبحان الله، الواحد يشطح كذا بكلمه ما يدري من وين جابها. والدليل لا بقص، انا احب او معلومه، احب الاستماع. استماع حلو، انا احب الاستماع. أنا اذا سافرت القراءه ما احب. اذا سافرت ادخل يوتيوب واشغل لي قصه، اما المؤرخين ذولا ولا قصة الكبار ذولا، وناس من الشمال وناس من الجنوب ويسمون هذا عندنا كذا، هذه فيها فوائد. الراوية شو اسمه يا أخوي بنيش في برنامج ومع هاك الطاقية كلامه زين. إيه اسمه صالح، لا ترى مسكسك نحيف، كان يجي في السعودية بيجيب لنا واحد مواد عذل. لا لا ترى عرفت على صالح بن مانع، ابن مانع ابو النظارات اللي على بشفاء، اللي كان شايب السعوديه، هذا شايب وشيخ ربعه، واسال الله ان الله يشفيه ويشفي كل مريض. اللهم امين يا رب. ليش تضحك يا طلال؟ المونس ال عواش تبتسم. لا ذكرني وغليه والله، ولكن المرض اقوى من الانسان، اسال الله ان الله يشفيه. الله يشفيه في مرضانا ومرضانا. انت قصدك اللي كان يجي على السعوديه الشرهان؟ ترى قصيم الشرهان، سلامي وتقديري ومحبتي هذاك. ايوه هذاك يمسك معي من بطن الجنوب الى السلام عليكم يا الرياض، هو اللي كان يقدم او يروي قصصه في بيت شعر وكذا. لا لا كان يجي، كان يجي ضيف. هذاك هو في البدايه كان ضيف وبعدين صار له برامج. نحيف سكسك قصيم معروف، معروف الشرهان. طبعا هذاك ترى مثقف، بس هو بس إذا قال القصة والرواية والشيء يجيبه بطريقة عامية. طيب والحفظ هو الإبداع. تعرف علي الهويميلي أو علي الهويميلي أو فيصل هويمن، وش بارز فيه، وش معروف فيه يا أخي؟ تراه مربي له شعور شوي. وش يقدم هو؟ طيب في كل شيء عن الدين وعن كل شيء. كل ما شاء الله لا تعمل رجل. ما شاء الله ما شاء الله. بيرسل له أرجو منه. لا دايركت. لا طلال ما يعي. والله أظني ما قعر علي الله. علي ما وطاح الراس. طب أنا عندي لك سؤال. أنت قبل شوي كنت قبل ما نروح نحتفل بك تتكلم عن البر. الله. زين. أبى أسألك، البر أنت يا بحور. نظرة بحور، هل تعتقد إنه بالأفعال أو بالأقوال؟ لا حيث تتكلم البر يا حبيبي بالأفعال ولا بالأقوال؟ لحظة، ما في واحد في العالم وصل البر. اللي حج بمه على ظهره قال ولا في طلقة، والله لا تسوى طلقة من طلقاتي. الله، يعني حنا نعتبر مجتهدين. بر ما في بر. البر أنك تجيب طلبات أمك قبل أن تطلبها، أنك تجاوبه قبل ذاك اللي يمسك سحلة الحليب على رأس أمه وأبوه. ها هل انتظرهم؟ انتظرهم كم؟ أكثر من كم ساعة؟ هو واقف ما جلس. لو انه واحد منا كان ابها في طيب انت يا لب قلبي في تويتر وفي كل شيء، انا قعدت واقف عليهم ارقبهم نص ساعه عشان ابو حور انت جبت استشهادات حلوه، بس انا اسالك سؤال واضح. البر برك في امك، خلنا نخصها في الام، تعتقد انه بالاقوال ولا بالافعال؟ انا اشوف انها الافعال والاقوال كلها سواء. يا سلام، لانها كلها مرتبطه ببعض. يا سلام عليك، حلو الاقوال وبالافعال. الله يجعلني في درجولك. يا سلام، الله يجيرك. بعضهم إيه؟ بعضهم تلقاه يبر فمه بفعله، بس بكلامه بقوله بتعامله بكلامه عن امه عند الناس لا ما في بر. عرفت شلون؟ بعضهم لا والله لا في التعامل وبالكلام وكل شيء كله بر. ان حضوري هنا في البرنامج انه انا اعتبره انه فيه شيء من العقوق للوالدين. ليش؟ طبعا هم راضين علي، لكن ما ادري ايش الخوا في النفوس. هم يبغوني، محتاجيني، بس الحمد لله عندي اخواني واجد. لو ما غير محسن يخرب السياره، تعطي تسلمه سياره العصر يجيبها بعد المغرب ومبوشه مكينه تسليه. يعني رجل ما شاء الله منتج، الله يوفقه ويكثرنا امثاله. امين. يعني الحين ماخذ الدور حقك في البيت، ماسك الله اعلم ايش سوى في السيارات وايش سوى في بس كل اشيائك استلمها. اهم شيء الحلال، حتى في العيد عيد بطلي بيض الله. طيب احنا ايش نسوي؟ احنا في اجازه كلنا معك. بس سمعت معلومه، سمعت معلومه يقولون ان اخوان بحور هادين عكس بحور، هل معلومه صح ولا لا؟ متفاوتين. عندي اخوي سعيد الكبير هذا ما شاء الله عليه، يقرا في الكتب قراءه وثقافه ثقافه ما اتوقعها. اعطاني قبل لا اجيكم
أعطاني يمكنها أكثر من ساعتين متواصلة محاضرة عن أرامكو السعودية. ما شاء الله والله ما تمل عنها. وبعدين يا ولد ارجع ارجع لجوجل وادق معلومات انا شكيت فيها زي كلمات انجليزيه نفسها. ما شاء الله. الله الرجال حب الشغله. هو يشتغل ارامكو يعني؟ لا هو مدرس فنيه وبعدين اعطاه الله طلاب، اسال الله ان الله يصلحهم، ما عدني بقول شيء. طلاب جيت المدرسه، طبعا مدرس فنيه، جيت المدرسه ابغى اخذ منها اغراض وهو واقف كذا والله ويكلمني، طبعا خلاص تعود، ارحب يا ابو حور كيف حالك، والورعاني تحت يا ابا يا استاذ يا استاذ يا استاذ، دق وجهه. قال لا مستحيل. ايوه وش قلت يا استاذ يا استاذ يا استاذ. يا اخوي حن حن دخلت على مدرس سوداني يدرسنا انجليزي وكان ولده معه، فابغى اتوسط كذا من الخلعه، فاني اهب له عصير قزاز، ايش توقع سوى؟ خذه اضرب به في جرفن قدام البقاله ملاه 14 كسره اني اجبس مكاني. لين طلع رهبه ترى قريب ما هو بعيد، لكن ذا الحين خلاص الحين راح المعلم. لو كان راتب المعلم ضعف 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 ما يتقاضى والله اني اشوف انها قليله. قولي ليش؟ واشوف حاجه في المجالس، المدرس يحطونه في وسط المجلس، يحطون الضباط ويحطون في راس من اللي يطلع الضابط مدرس. هذا اللي بناه واعطاه سبحانه. احنا نحتاج امثالك يا ابو حور في في, في, في نشر هذه المعلومات. اسمع الانصاف، انا اخوي جلست معه 35 دقيقه او 45 دقيقه حصه. كم الحصه؟ 45 دقيقه. والله العظيم اني طفشت من نفسي، اني ابغى ابغى اطلع من هذه المدرسه باللي دا يصيح وذا ينوي وذاك مريض وذاك وجهه في بطاح وذاك متمرغ الا في رمله وذاك يمزق ثوب خويه وذاك يصيح ومسؤوليه عليه. يا ولد الواحد يبلش في ولدين معه في بيته، فكيف بعوال الناس؟ وذا قحطاني وذا شهراني وذا عنزي وذا شمري وذا احمري وذا دا من السعوديه وذا من سوريا وذا من فلسطين. والله الواحد يا اخوي ترى يتقروش. عند الحين لجتك اربعه صلات ورا بعض مثل واحد من الشباب الله يستر عليه. يا ولد وانا تكبرت علينا يا تكبرت علي ولا عاد كجينا وانا والله نضد الكلام. تمنك حفرت بير ارتواز اول امس، قعدت اربع شهور ما شفناك ارتواز 9000 نعطهم وقول ودعناكم والله لا ظهر الماء بعض والله يستر عليه. كنا عند البير كم حصل معنا كم متر وطلع مثل الماء كذا قال والله لك الحمد يا رب. قال العامل هذا صابون 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 لك سبحان الله طال الله ما شاء الله جاه بير زينه حفر 100 متر وتعبي دقيقه ونص دقيقه ونص تعبي حنفيه دقيقه ونص وتطفى يا كد الفلس. 100 متر حصلها اوه يا بير عندنا في الديره وان شاء الله تجوني. ايش من غابات ايش من بكر ارض بكر. شفت عمان صلاله؟ صلاله ساحليه لا ساحليه ايوه لا ما هي صلاله. ايش الجبلي عندك؟ عندنا الداخليه خلاص. اجل ما قد جيت ديارنا لا يعني. والله ما دياركم انتم ايه؟ لا جيتها. وين جيت؟ جزئين ساحلي ايه؟ وجبلي. لا احنا على الحجاز. انتم ما انتم شمران؟ شفت البشاير؟ البشاير اللي تربط بين تنومه والحجاز وتربط بين بيشه. انا هذا تفكيري. العلاية هذا العلاية ترجو ذيك الديار. الله الله لا 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 احنا دون اول ما تجي السد باقي فيه ما اللي فيه سد ترج بيشه ترج ولا ترج. والله اني ما ادري عنه. ايش تاكل وادي يا ولد؟ تعرف النماص بعد النماص كان رايح صوب بعد النماص الله يعمر السلامة كثر ملفه ما شاء الله. فهو سبت العلاية بني عمر وسبت العلاية عارف بني عمر قد رحت لآل آل سلمة آل سلمة هو نعم آل سلمة المسجد الكبير ذاك ايه على اليمين يجيك على اليمين ايوه والله يرحم من مات عزينا في واحد هناك وتنومه حتى مرة قلت بسم السلام ورحمة الله وبركاته من جديد في تنومه خلت انا البراق يشعق من شمال سلام أهل تنومه ما شاء الله رجال ونعم بهم وبالمطاليق اللي مثلكم احب انا اتعرف على الحضارات والله عندهم اذا جاهم الضيف في العصر يجيبون له لطف احنا نسميه لطف وناس يسمونه نعوشه وناس يسمونه وصل يجيبون اكلات شفت بيج سايز العريك عندنا يعني مثل وش هذا يا ولد يجيبون لك عريكه زي اربع ادوار وش هذه وجبه هذه وفوقها محاسه ما قد شفت في التصوير في اليوتيوب ولا شيء عريكه كذا وفيها سحله في الوسط
وتمر بول. الحين انا ما فهمت بيج سايز عشان اعرف بيج سايز يعني حليب. اريكا اريكا بور بور خبز بور لا خبز بور الاريكا اعرفها بس انها اكبر مما توقع بعشرة انت كذا الاولى شفت الاريكا اللي جتنا في الفندق ايوه اريكا كذا طولها كذا ها مثلها 10 مرات كذا طولها يكون طولها كذا طويله عرضها ما شاء الله تعرف يعني بيج بيج صار عشان العسل تحت بيج كبير سايز حلت حق بيج اوكي هو بيجيبها بالانجليزي بالانجليزي انا احسب انها وجبه بيج سايز يعني وبعدين لا يفوتك يجونك ناشرين اللحم على الله يديم علينا نعمته ناشرين اللحم على جنوبه كذا فتشوف الانسان والله نحن في يوم واحد اسال الله ان الله لا يحاسبنا بالنعمه كنا معزومين في زواج واحد قرني ضابط في طيران لمن في ابها الرجال كله ما سلمه ايه اللي هو عبد الله سعيد القرني والرجال شروا من عندي عزمنا وقال اللي بعيد معذورين لكن الكفو بنجيله له هي مسافات طويله بات خطاها وجي خطيت منكم ما منعني غير ما ادري ايش قال فيها يقول والصاحب اللي قد تذكر صاحبه لازم يجي له هي مسافات طويله بات خطاها وجي سلام ونحن نروح له يوم جينا استعلموا اهل المنطقه واحد حارثي اسمه سامي نعم قال ترى وصلكم جاهز ونجي له والله نبه طلي مبارك ولا بهذا الوصل اللي بيض الوجه وندق طبعا الغداء كان عند بل احمر نحن مشينا على الحجاز واحد الاحمرين خوي اسمه عبد الله سعد ونتغدى عنده طليين الله يكرمك من يسمع ويوم نزلنا ونروح عند سامي ذا دق علينا قال والله الوصل جاهز الوصل عنده طلي انت تمشي كل طليان يا بحور والله العظيم وبعدين عندي طريقه اذا كنت في عزايم وكذا لا تاخذ لا تعبي المعده خذ لك نقل بس خذ لك الوصل يكون في العصر من كل بحر بين الظهر والمغرب ايه الوصل يعني ناب ذبيحه يعني يكون في العصر اتغدى ذبيحه في العصر ذبيحه عايش هذا هذا الوصل ونقلط عليه الزواج ذاك الصوت اللي على كيفك وذيك اللعب ذا وندق في هذا الطليان اللي نحمد الله ونشكره زين الحين بسالكم انتم الحين ما شاء الله في السعوديه لاحظ ان لما يبوا الذبيح يبوا لك قعود كامل من برا في الداخل في الصحن واللي جايين كم من واحد احس ما لها راس هذه ما انزل بها من سلطان ايوه هذه هذا عندي خالي عنده غنم الكرم صح العرب كلهم هالكرم وجود ما في اختلاف بس ترى بس ترى بس ترى ممكن ترى ان شاء الله لا ما اقول انا مقصد كل الناس انا قلت في بعض صدق والله المفطح ما شفت في بعض ما انزل به من سلطان صح هاي اذا قطعت اللحم وجاد الذبيحه انا يا محاكيك لا قطعتها قلت احنا اخويا وكذا والله انه يجي لها لذه ومرق وشغل احسن من المفطح عندي خال اللي يقول اذا انت هو بتجوني ترى انا ما اذبح مفطح مستحيل عنده ما شاء الله تبارك الله اخوالي كلهم يكون عندهم الوف يقول والله ما اذبح مفطح يدخل قبري الصحن ترى الصحن ذا عليه مثل ذا مثل ذا ترى من سلوم الاولين كذا فصلون الاولين ما برز يفصلون الذبيحه تفصيل انت عندكم تحطون الذبيحه في الصحفه الله احنا نحطها للحين ما في رز ولا يوزعها الا الضيفه رز ما لكن جت المطاعم ذي وخلاص قد فيه زبيب كل نصها زبيب ما عليك تدري انت تاكل زبيب ولا تاكل وهيل لا تنسى الهيل وهيل وذا قلبت قهوة وقلبت زبيب وكل شيء انا عن نفسي راح من وجهه نظري ان الكرم واجب واللي يبيك الضيف لازم تكرم هذا واجب عليك ما في اختلاف في الموضوع لكن مثلا يعني اربع ولا يعني اثنين اذبح لهم قعود كامل الا في حاله انا من اخلص اوزع على اكيد احنا لا والله بعضهم الحمد لله خاصه القرى بشكل عام يقدرون يصرفون ما هي فيها اصراف لكن يصرفونها كيف يصرفونها الحلال ياكل والكلاب انت بكرامه تاكل والبهايم تاكل كل شيء ياكل حتى انت في البيت وتاخذ من اللحم اللي في شو اسمه مناسبه وتحطه في الثلاجه الله العظيم بس انا اقول لي زي هنا صلاه الافراح زي التبذير اللي تحصلها في الزباين والله العظيم فطحات يا جماعه الخير والله العظيم ولا تسألون قال الشيخ بدر مشا ولا تسألون يومئذٍ عن العاد صباح العيد كيف يا ابو حور من اللي يعرف منكم الصالة الكبرى اللي في سراه